بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بحضراتكم في إطلالة قانونية. حديثنا في هذا اليوم عن قرار الإزالة المنصوص عليه في المادة 60 من القانون 119 لسنة 2008 اللي هو قانون البناء. وحديثنا هنقصره على نقطتين. النقطة الأولى هو أنه توجد شبهة عدم دستورية لنص المادة 60. والنقطة الثانية هي أن جريمة البناء بدون ترخيص هي جريمة وقتية وليست مستمرة كما جرى عليه العرف والعمل. وعن النقطة الأولى اللي هي شبهة عدم دستورية للمادة 60 سلفة الذكر، فمن أهم مظاهر عدم الدستورية 1- أن قرار الإزالة في حقيقة الأمر يعد بمثابة عقوبة، والعقوبة لا تصدر إلا من القضاء. نمرة 2- أن الجهة الإدارية هي التي تصدر قرار الإزالة وهي التي تقوم بتنفيذه، فلا يصح قانونا أن تكون جهة الإدارة خصم وحكم في آن واحد. وبالفعل توجد دعوة بعدم دستورية نص المادة 60 من قانون 119 سنة 2008 مقامة أمام المحكمة الدستورية طعنا على هذه المادة ومواد أخرى ذات صلة في هذا القانون، بناء على تصريح من محكمة جنح بمحافظة المنوفية. وإلى لقاء آخر تكملة لهذه الإطلالة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.